نفس الامر الطبيعي انه الناس ممكن تروح للكوره. بالمناسبه مش شرط كره القدم كمان، ممكن كره اليد، في لعب شعبيه اولى باسكت مثلا. دلوقتي انتوا كمان بتدوا نموذج حلو قوي، انه لو انا عايز العب مصارعه انا شايف ابطال قدامي، بقى انا عندي مثل اعلى، انا ممكن ابقى زيه بدل ما ابقى بس لعيب كره لعيبه عظيمه وكل حاجه، بس بدل ما يكون هو مثل الاعلى بس لعيب كره القدم، انا بقى عندي كمان لعيب مصارعه مثل اعلى العب اللعبه بتاعته. ازاي جات لك الفكره او ليه خدت القرار انك تلعب مصارعه؟ الفكره ان والدي بطل بحر ابيض في المصارعه وبطل افريقيا ومثل مصر كتير، وطبعا مش عمي بس اللي كان بيلعب مصارعه، اعمامي برضو كان عم احمد الله يرحمه وعم حمدي كان ابطال مصارعه وابطال دوليين في المصارعه. فطبعا نشات لقيت البيت كله مصارعه والعيله كلها مصارعه، فخلاص ابتدى من هنا الطريق. خلاص انا بقيت اتفرج على مصارعه. جاء بعدين وانا صغير شويه كرم جابر خد الميداليه الذهب في اولمبياد اتينا، فطبعا نفسي ابقى زي كرم جابر والعب في الاولمبيات وامثل مصر. بدا المشوار من هنا وبدات، بس المشوار مش سهل طبعا. المشوار انت مثلا في البدايه بتبقى حلمك تاخد اول جمهوريه،